ونبقى في تحديات البيئه العراقيه نتيجه شح المياه تتواصل عبر منصات التواصل حمله انقذوا اهوار العراق التي تتعرض لموجة جفاف غير مسبوقة تسببت في هجرة جديدة طالت مئات الأسر إلى جانب خسائر في المواشي والمزروعات الناشط البيئي محمد عباس طالب الحكومة والأمم المتحدة التدخل لحل أزمة الأهوار الكبرى لا سيما أنها مدرج على قائمة التراث العالمي فيما دعت لجنة المياه في البرلمان العراقي الرئاسات الثلاث إلى استخدام أوراق الضغط على دول الجوار لحملها على الانضمام الى الاتفاقات والمعاهدات الدوليه المختصه بتوزيع المياه بين الدول لمنع ارتفاع نسب التلوث ومساحات التصحر وكانت الاهوار حسب اعتقاد بعض الباحثين موطنا للسكان الاصليين والموقع الذي يطلق عليه العهد القديم جنات عدن والمكان الذي ظهرت فيه ملامح السومريين وحضارتهم وذلك قبل ان تعتمدها منظمه اليونسكو في قائمه التراث العالمي محميه طبيعيه دوليه بالإضافة إلى مدن أثرية قديمة قريبة منها مثل أور وأريدو والوركاء عام 2016 بينما يهددها الجفاف البيئي والبشري اليوم